الفريق. وخلينا ايه رايك نروح نشوف مستر موسيماني قال ايه في المؤتمر الصحفي. اعزائي المشاهدين هنروح نشوف مستر موسيماني، مهم جدا نسمع طبعا راي الهيد كوتش عن مباراه بكره، نشوف قال ايه ونرجع نعقب لحضراتكم. Yes, we have a very interesting game. مباراة مثيرة للاهتمام للغاية. Against a credible team. والفريق يمكن الاعتماد عليه. A team that has a big legacy. فريق لديه تاريخ كبير في الكرة الإفريقية. ونحن هنا لأجل أن نبدي لهم كل الاحترام. ونحن هنا أيضا لأن ننافس في نصف النهائي. بالتأكيد ستكون مباراة صعبة للغاية كما نتوقع جميعا، ولكن هي لعبة أو مباراة كرة قدم. على الأقل نحن جئنا بشيء في أيدينا، شيء ملموس في أيدينا، وهذا يشجعنا لأن نمضي قدما. الدعم الذي حظينا به والاحترام الذي حظينا به جعلنا نقدم لهم الاحترام المتبادل، وكنت سعيد للغاية بهذا الدعم. وكنت هنا من قبل عدة مرات، ربما 4 أو 5 مرات، ولدينا هذه العلاقة. نحن نحارب على في الملعب فقط مع الرجاء، هي المرة الأولى. لا أعلم، ولكننا نحترم الرجاء، هم فريق قوي. لعبنا معهم من قبل مرتين وفزنا مرتين، ولا أعلم المرة الثالثة، ولكن نحن نحترمهم. كنت في مصر منذ 18 شهرا، ويمكن أن تسألوا المصريين على مدار 18 شهر لم أتلقى أي تعليق على الحكم، وهذا أعطاني موقع حظيت به، لأني أعرف جيدا أنه في كرة القدم الحكام في بعض الأحيان يرتكبون الأخطاء ربما، وهذا يحدث. وفي بعض الأحيان أيضا أعتقد أن الرجاء أيضا أعانوا من هذه المشكلة. الحكام هم بشر ويرتكبون أخطاء، ولهذا لا أعلق على عمل الحكام، لأنه في بعض أحيانا نكون مليئين بالمشاعر الغاضبة، ولكن عندما نستفيد لا نخرج بتعليقات. ربما إذا لم نحظى بالاهتمام الكافي، لهذا لا أريد أن أعلق على الحكام. وكل المباريات السابقة لم أعلق على الحكام، خاصة في وجود الفار، وأنا سعيد جدا في أن الكاف قرر أن يكون الفار متواجد وأن يعمل في هذه المباراة. لهذا نحن نحتاج إلى الفار لحسم الأمور. وإذا حدث بعض الأخطاء، كما قلت الحكام يرتكبون الأخطاء، وأحيانا نحن نستفيد، وإذا لم نستفد بالتأكيد نتحدث كما تتحدثون ونتهم الحكام، وهذا شيء عادي في كرة القدم. نحن نفتقد بعض اللاعبين وهم لاعبين هامين بالنسبة لنا، على سبيل المثال بدر بنون، ولكن كرة القدم لا يجب أن تستمر بأي تشكيلة. وأيضا بالنسبة للرجاء يمكن أن يتحدثوا هم فيما يتعلق باللاعبين الذين يفتقدونهم، ولكن نعم نحن نفتقد بدر ونحن نحبه، ولكن يجب أن نستمر. أنا سعيد وحظي كان سعيدا أن أفوز مرتين على الرجاء، ولا أريد أن أكون المدرب الذي لا يفوز، المدرب الذي يخسر ويذهب يترك الفريق. لا أريد أن أكون هذا المدرب، وأنا كنت محظوظ
على مدار 21 عاما. وهذه هي الحياة. ولا أريد أن أدخل في نقاشات حول الرجاء ومؤيدين الرجاء. أنت لديك الحق، فأنت مغربي وكل الزملاء يقولون أنك على حق أو أنت لست على حق، فهذه ليست، هذه الأمور ليست لي، ولكن أنا أحترم ما تقوله. أنا أجلس بجانب حارس المرمى وكان معي عندما قابلنا الرجاء في السوبر، وأنا أجلس بجوار كابتن الفريق وحارس المرمى، كان معنا أيضا في كأس العالم في المباريات الكبرى في ليبرتادوريس وأيضا بعض البطولات الأخرى، وقد رأيت ماذا فعل بالنسبة لضربات الجزاء. وأنا أيضا أحترم حارس المرمى لفريق الرجاء، وأحرزنا الكثير من ضربات الجزاء في أيضا في الدوحة في البطولة الأخيرة، وهو حارس مرمى كبير أحترمه للغاية. ولا أعلم إذا كنت تقولون أن هذا الوضع سيكون مختلف، ولكن أنا أحترم كل الأوضاع، وربما هذه المباراة لا تذهب إلى ضربات الجزاء، ولكن إذا ذهبت إلى ضربات الجزاء سنتذكر سويا ما حدث في الدوحة. لدي لاعبين لعبوا في موزمبيق في تونس، ولدي لاعبين في فرق مختلفة، وأعتقد أنتم تعلمون تاريخ الأهلي جيدا على مدار السنوات الماضية، وكانوا هنا من قبل وبأستاد مليء بالجماهير. هذا ليس شيء جديد عليهم، كانوا هنا من قبل مع هذه الجماهير. كل ما سنفعله هو احترام فريق الرجاء، كامل الاحترام لفريق الرجاء، ولكننا سنتنافس في الملعب. هذه الأمور ليست جديدة بالنسبة لنا، نحن لسنا جدد في هذه اللعبة. نحن فزنا بالبطولة 10 مرات في بوجود جمهور في المدرجات. نحن نحترم الرجاء ونحن نحترم جمهور الرجاء، ولكن لدينا مباراة يجب أن نخوضها، ونحن جئنا من أجل تحقيق الفوز، ولم نجئ من أجل أن نكون خائفين، ولكن جئنا للاحترام. الحقيقة مستر موسيماني في يعني الكلام اللي قاله في المؤتمر الصحفي ما خرجش كتير عن اللي بيقوله دايما في المؤتمرات الصحفية. يمكن أبرز النقاط هي نواحي نفسية أكتر، ويمكن كان في رسالة واضحة يمكن قلما مستر موسيماني بيقول احنا لازم بكره نكسب، لازم بكره نلعب للفوز. يمكن ده كان اول او من اولى تصريحاته في المؤتمر الصحفي. الحاجه الثانيه، وكالعاده حتى من ايام ما كان في سان داونز، هو يحترم المنافس بشكل كبير، وبيدي قيمه الفريق المنافس يمكن بشكل في الكثير من الاحترام. وده الحقيقه بيبقى رساله للعيبه ورساله لكل المحيطين بيه، ان يا جماعه احنا بنلعب فريق محترم. يمكن هو معلقش على التحكيم والأخطاء التحكيمية، ولكن هو كان سعيد جدا بوجود الفار، وإحنا نفسنا سعداء بوجود الفار، وتمنى أن الفار يكون في دوري المجموعات. الحقيقة ممكن نتلاشى أخطاء كتيرة جدا لو الفار كان موجود في الجامعات. ويمكن ركز على نقطة مهمة وهي ضربات الجزاء دي، حتى يعني برضو نفسية، أن إحنا لما وصلنا ضربات جزاء، أنا النهاردة في المؤتمر الصحفي جنبي حارس المرمى، وقال إنجازات الشناوي، وقال قد ايه هو حارس مرمى مميز في ضربات الجزاء. يعني كلها رسائل هو عارف بيعمل ايه وبيقول ايه. لا ده في رسائل نفسيه كمان. انا يعني بقول شابوه الموسيماني على ذكائه في التعامل مع فكره الغياب اللاعبين وفكره اسم بدر بنون. لو ركزتوا في المؤتمرات الصحفيه منذ اصابه بدر بنون، كان دايما بيتسو موسيماني بيقول عندنا عناصر مهمه جدا وعناصر أساسية غايبة، وبيعددهم أحيانا وأحيانا لا يذكرهم. لما تكون في المغرب وواضح جدا أن المؤتمر الصحفي فيه من الإجابات بيتسو موسيماني وإجابات كابتن محمد الشناوي، أن واضح أن أسئلة كتير بتتكلم عن فكرة الجماهير وهتعملوا إيه قصاد الجماهير، ومحاولة إيه يعني بث حالة من القلق لدى بعثة النادي الأهلي والجهاز الفني وكابتن الفريق، فكان الردود واضحة جدا. وعجبني بيتسو موسيماني في ذكائه فكرة أن أنا عندي لعيب مصاب، عندنا غيابات كتير، عندنا بدر بنون. فكرة بدر بنون كابتن فريق الرجاء السابق هو نوع من أنواع أن أنت
بتشيل الحواجز النفسيه الى حد ما بينك وبين جماهير الرجاء، وبتوضح لهم ان انا لاعب مهم احنا بنحبه. اللاعب ده كان كابتن فريق الرجاء البيضاوي المغربي، وزياره بدر بنون لمعسكر النادي الاهلي والحديث عن فكره هننحي كل من يحاول بث سمومه والفتنه بين الاشقاء، لا هنبعدها جانبا، الافضل يكون على ارض الملعب هو اللي يكسب، وان شاء الله يكون الافضل فريق الاهلي امام فريق الرجاء. ده بدر بنون، فعجبتني جدا من بيتسو موسيماني. وحته الاشاره لكابتن محمد الشناوي، لان في نفس المؤتمر واضح ان هو بص لنفس الصحفي عن قيمه كابتن محمد الشناوي، انا مش عايز اوصل لركلات الجزاء، ولكن لو وصلت لركلات الترجيح انا وصلت قبل كده مع الرجاء وهنعيد الامجاد ان شاء الله. بالتاكيد دي كانت تصريحات مهمة جدا لبيتسو موسيماني، عجبني جدا ردوده بذكاء وذكر اسم بدر بنون. نتمنى بإذن الله التوفيق للنادي الأهلي، اوعى تروحوا في اي حته.